أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام طاف بهذا البيت ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يحصل هذا الدعاء الجماعي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من دعا الله سبحانه وتعالى: أما إني أشقاكم لله وأتقاكم له. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا يدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالثابت عنه. أما أن نبتدع وندعو دعاء جماعي ودعاء للشوط الأول والثاني، هذا من البدع المحدثة.